شبنك شهيد ابن الجدع. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. اهلا بك يا فندم. شرفتونا. اهلا بقوات المسلحه كلها. شرفتونا. ده شرف لينا والله. متشرفين بيكم وباولادنا. صحيح. وده كرم من عند ربنا. صحيح. ان كرمنا رب العباد بالشهاده. ونعمه بالله، صحيح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فايه الدنيا دي مش مستاهله. طولها زي عرضها. أهم حاجة النهاية وهم النار الشهادة اللي هم كرمونا في الدنيا وكرمونا في الآخرة. كلامك كله كلام جميل الحمد لله وفخر لينا. وفخر إني أقول عندي شهيدين. فخر عندي شهيدين وأنا مستعدة للشهادة والله. ربنا يديك العمر والصحة وشكرا لقوات المسلمين. هم طلبوها يا ريس. نعم. وربنا حققها لهم. صحيح. واحد قادم إلى سينا شهيد، الثاني كاتب لي في الأجندة نفسي في الشهادة من سينا، وربنا نولها لهم والحمد لله. صحيح. الحمد لله. الحمد لله. ده دفاعا عن الوطن عشان إحنا والشعب المصري كله يعيش في أمان واستقرار. وده حقق. بفضل ربنا وفضل القوات المسلحة. بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل كل. يعني انتوا سند لينا بعد الله.